أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تواصل العمل على تطوير منظومتها القانونية والقضائية في ظل المسيرة المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد عاهل البلاد المفدى الذي رسخ وفق مبادئ ميثاق العمل الوطني لدولة المؤسسات والقانون العدالة للجميع واستقلالية القضاء. وأشار سموه إلى أن المملكة سعت نحو تقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والسياسات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء القضاء وتسهيل الإجراءات القضائية بما يصب في خدمة المشرع البحريني والمجتمع، مؤكدا سموه أن الأمن والعدالة والاقتصاد مرتكزات المجتمعات المتقدمة، وهي من المقومات التي أسهمت في دعم مكانة مملكة البحرين وسمعتها على مختلف الصعد. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بسعادة المستشار عبد الله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشارة معصومة عبد الرسول عيسى الوكيل بمحكمة التمييز والمستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني والمستشار محمد أحمد مجبل نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة، حيث هنأهم على ثقة الملكية السامية لتعيينهم في هذا المنصب متمنيا لهم التوفيق والسداد. وأثنى سموه على الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإفتاء والتشريع في رفع كفاءة وأداء القضاء البحريني ورفض المنظومة التشريعية، وعلى الدور المهم الذي يقوم به القضاء البحريني ومواصلة خطة التطوير المستمر لتحديث وتقوية البناء المؤسسي للسلطة القضائية في المملكة ومسيرتها. من جانبه عبر سعادة المستشار البعينين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما أبداه سموه من توجيهات كريمة لهم والتي عكست الاهتمام المتواصل الذي يوليه سموه في تطوير المنظومة القضائية في المملكة وتأكيده المستمر على الدور الهام الذي يضلع به الجهاز القضائي في البحرين باعتباره ركنا هاما في مسيرة النهضة والتطوير التي تشهده المملكة في العهد الزاهر.